لو تعرض عليك تمد إيدك وتنظف مية النيل هتشارك؟ ده بالظبط اللي عملته مبادرة فيري نايل اللي تأسست من 2018. تنقية المية من التلوث اللي ممكن يهدد الثروة السمكية وإعادة تدوير المخلفات البلاستيكية كانوا الأهداف الرئيسية للمبادرة. وفكرة تأسيس المبادرة اتكلمت عنها فرح سامي مسؤولة التوعية في فيري نايل، وقالت في تصريحات تلفزيونية ليها إنها كانت بصحبة مجموعة من الشباب بيتفسحوا بيتمشوا على النيل، وانزعجوا جداً من منظر المخلفات اللي يعتبر غير لائق اللي كان في المية، وعشان هم بيشتغلوا في مجال البيئة فقالوا يلا ناخد خطوة. من 2018 لحد النهاردة قدروا يجمعوا أكتر من 350 طن مخلفات من النيل، وبقوا أول وأشهر مبادرة بتنظف مية النيل بشكل يومي. ومهام المبادرة مش بس بتقتصر على تنظيف مية النيل، دول بيعيدوا تدوير المخلفات اللي لقوها في النيل بشكل مصاحب للبيئة، وده بيتم من خلال تجميع البلاستيك وفرزه لنوعين. أول نوع اللي قيمته عالية شوية زي الشفاف اللي بيستخدم في أزايز المية المعدنية وبيتباع بالكيلو، والنوع التاني زي الفوم والبلاستيك الأخضر، ده غير الأنواع اللي بتروح لمصانع الأسمنت عشان يستخدم كوقود بديل لأنه مش بيؤدي لأي ضرر بالبيئة. شباب المبادرة كانوا حريصين يحطوا إيدهم في إيد الصيادين ويبقوا جزء مهم من المبادرة، خصوصا صيادين قرية اسمها قرية الأراسية في الجيزة، واللي بيمتهنوا مهنة الصيد من أكتر من 40 سنة، فاعتمدت عليهم المبادرة بشكل أساسي، خصوصا أنهم عارفين الطريق كويس جوا مية النيل والتجول بالمراكب هيبقى أسهل معاهم. والمبادرة شارك فيها مجموعة من الفنانين زي أروى جودة، مي الغيتي، كريم قاسم، أحمد مجدي والمخرج تامر عاشور، والدعم الكبير اللي كان ليهم من الفنانة يسرى. واللي بيميز فيري نايل هو تخصيص مهام محددة للمرأة بحيث تكون عضو فعال في المبادرة. وقالت مسؤولة التوعية إن أغلب العاملين معاهم سيدات وربات بيوت وشابات، وهم اللي بيقوموا بفرز الأكياس وقصها وتعقيمها وتحويلها لأقمشة بلاستيكية سميكة عشان يشكلوها بسهولة سواء بالكروشيه أو بالتطريز، وبيتم بيع المنتجات دي على صفحة الفيسبوك أو من خلال معارض صغيرة داخل قرية الأراسية. والمبادرة بقت من مجموعة شباب بيعملوا عمل تطوعي لأكتر من 4500 شخص بيشتغلوا لهدف واحد. ولو حابب أنت كمان تشارك أو تعرف أكتر عن المبادرة، ادخل على صفحتهم فيري نايل بالإنجليش على الإنستجرام أو الفيسبوك.